الخبر الاول اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي ومملكه القصص على موفلوكز ونور ستار وانس وبيسان. فموفلوكز نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، فلينو تدخلوا على المقطع وتنزلون بيه على التعليق راح تشوفون انه كل التعليق مقلوبه بالانجليزي مكتوب جيش نارين بيوتي ومملكه القصص. طبعا ليس على سبب هذا التهجم اللي تعرضوا له، بالنسبه لجيش نارين بيوتي متابعيها ما يقبلون انه موفلوكز يصور ويا اي شخص، وانتم تعرفون انه بينها وبين نارين بيوتي حاليا اكو مشكله صايره وانهم ما يحتون ويا بعض، فالمتابعين يتهجمون على مود هو يرجع يتصالح ويا نارين بيوتي ويرجعون يصورون المقاطع. طبعا المتابعين مملكه القصص فمثل ما تعرفون انه بيسان اسماعيل ثبتني وهددتني وتعرض جمهورها علي، فالمتابعين تهجموا عليها. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وهل هي تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هي بيسان وانس الشايب. فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري واللي كانت تقول بيه انه بعد يومين اكو مفاجاه ناريه هم يجهزوا لنا اياها، وقال لهم حاليا بداخل استوديو ما تصوير اغاني، من الواضح ان المفاجاه راح تكون اغنيه، وطبعا اكيد الاغنيه راح تكون نار، فراح احط لكم هذه الستوري تشوفوها. كيفكم شو اخباركم؟ انا كنت غايبه انا وانس عنكم بالستوري لانه نحن ب في مفاجأة بالاستديو. نحن بام دي استديو حاليا عم نصور مع الفنان محمد دقدوق، عم نسجل شيء خرافي. شو رأيك؟ اي والله عن جد رحت في تاريخ 19/1 نعم؟ يس رح تعمل شيء وبسرعة. قلت لي محمد بليز بسرعة بدي هذا التاريخ نعمل شيء كثير حلو ان شاء الله حتحبوه. ليش طالع انا؟ لأنه عن جد الناس اللي بتتابعني وبتحب تعرف هذا التاريخ شو بيعني لي، فرح نزلكم القادم ان شاء الله رح يكون قنبلة. قنبلة 19/1 يعني بعد يومين. لاقونا. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي نور ستار. فنور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست اللي كانت كاتبه بيه هدوء اللي يسبق العاصفه، اكو شيء كلش كبير دا اسوي وراح تعرفوا بعد فتره شنو توقعاتكم، مش اغنيه ولا فيلم ولا لا علاقه. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بمفاجاه نور ستار وشنو تتوقعون راح تكون، اكتبوا لنا توقعاتكم. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقه اصابه بدر واخفاهم الاسم بيسان اسماعيل من التعليقات اللي عدهم، وهذا يكونوا خفوا اسم انس واصاله ونور ستار واحمد حسن وزينب من التعليقات اللي عد. اما لسان السبب صراحه مو معروف بالضبط، هل من ممكن انه بيسان اسماعيل واصابه بدر كان مشكله بيناتهم؟ طبعا بالنسبه للدليل لو ندخل على اخر مقطع نزله وننزل بيه على التعليقات ونكتب اسم بيسان اسماعيل، بعدها نروح على الاحدث اولا عمود دفع التعليق وتعليق الاشخاص اللي علقوا ورايا، بعد ما نحفظ التعليق زين نروح نغير الحساب عمود نشوف هل التعليق ظاهر للناس او لا. بعد ما غيرنا الحساب وننزل بيه على التعليقات وروح على كلمه الاحدث اولا راح اشوف انه التعليق ما ظهر وانما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشو رايكم بحركه اصابه بدر لخفاهم اسم بيسان اسماعيل من التعليقات اللي عدهم. الخبر الرابع اللي عدنا عن محمد جواني شنو قال عن نورمار. فمحمد جواني نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات كان بيها واحد المتابعين يساله ليش انت ما تحب نورمار؟ فرد عليه محمد جواني انه بالعكس هو يحب نورمار وانه هو مصور وياه اكثر من صوره ومنزلها على حسابه. طبعا هذه الصوره نورمار شخصيا معلق عليها، راح اعطيكم هذا الستوري شوفوه. انت ليش ما بتحب نورمار؟ انا ما بحبه نورمار اصلا. مين هذا نورمار؟ يعني لدرجه اني ما بحبه منزل صورتي انا وياه على حسابي الانستغرام وهو صديقي الزلمه وانا ما بحبه. سبحان الذي دعب لك من بين المتابعين وحطك عندي هون بالبروفايل. الخبر الخامس اللي عدنا عن محمد جواني واتهام البيسان اسماعيل انه هي جالسه تقلده. جواني نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي كان بيه واحد من المتابعين يسال انت ليش ما تصور ويا الشيف براك؟ كان يرد عليه محمد جواني انه هو مصور قبل ويا الشيف براك ومنزل هذا المقطع وجايب اكثر من 6 مليون مشاهده باليوتيوب، وهم قال انه هو اول يوتيوبر صور ويا الشيف براك بعد صاروا يقلدوه واللي منهم بيسان اسماعيل اللي امبارحه نزلت مقطع ويا الشيف براك، فاكيد هو كان يقصدها. بيسان اسماعيل نزلت مقطع ويا الشيف براك يا انس الشايب وقبلهم سنه كان جواني منزل مقطع عنها، فراح احط لكم ستوري جواني شوفوه. صور مع براك يا جماعه، انا مصور مع براك من سنتين، يمكن انا اول واحد عربي بيعمل فيه مقلب عليه 7 مليون مشاهده عندي على القناه. اكتبوا على اليوتيوب جواني مقلب براك، براك صديقي وحبيبي والتوفيق له، بتشرف فيه كمان. وبس والله وصلنا نهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك تشتركوا بالقناه عشان اكون فايز زي مقطع من القصص، وبس مع السلامه.